بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة دي إن شاء الله هنتكلم على مشكلة ممكن تحدث للسيارة وإنت غير متوقع العيب جاي من إيه. لو إنت بتشغل السيارة بتاعتك الصبح في صعوبة قوي في التشغيل، المحرك بعد ما يشتغل بيوقف، استهلاك عالي، ممكن تلاقي فيه دخنة في العادم طلع. مشكلة دي جاية من إيه؟ تكشف كمبيوتر تلاقي بيطلع لك تشيك إنجن، ممكن تلاقي أكواد أو أعطال B00111 لغاية 30. طب ايه العطل؟ منين الحساس سليم؟ ممكن في منتهى البساطة العيب يطلع ان سيادتك ما التزمتش بتغيير الزيت في المواعيد، واللزوجة اللي انت حاططها اصلا، طبعا كل كتاب صيانة او كتالوج مكتوب فيه اللزوجة اللي انت ملتزم بيها زي ما احنا شايفين كده. لو انت ما التزمتش باللزوجة دي وتغيير الزيت والفلتر، مهم جدا تغيير الفلتر مع الزيت، يطلع لك المشاكل دي. انا بتكلم على محركات ال VVT الفرايبل فالف تايمينج، التوقيت المتغير للصمامات. المحركات دي موجوده في تويوتا تحت اسم VVTi او مايفيك لماتسوبيشي او VTEC لهوندا. عربيات كتير دلوقتي اغلبها VVT. يعني المحركات دي او التكنولوجيا ال VVT دي تعتبر الجيل الثاني لبلف EGR، اتكلمنا عليه في حلقة قبل كده. البلوف دي او الصمامات الفي في تي دي وظيفتها تفتح وتقفل الصمامات او بلوف السحب الانتيك او العادم في توقيتات متغيرة مع بعض. وظيفتها تقليل استهلاك البنزين، افضل اداء تقليل غازات العادم، هي دي وظيفتها. السولونويد او البلف الكهربي ده بينفذ اوامر الكمبيوتر، كمبيوتر بيقول له افتح ناحية اليمين او افتح ناحية الشمال، هنشوف ايه يعني ايه تفتح يمين وشمال، يغير اتجاه مجرى الزيت. هنشوف مع بعض لو حصل عندك العيب ده ازاي تقدر انت تعمل له صيانة بنفسك في منتهى البساطة، مش محتاج اي فن او اي صعوبات، تنظفه وترجعه تاني. نشوف مع بعض. زي ما احنا شايفين الاويل كنترول فالف اللي هو السولونويد اللي احنا اتكلمنا عليه اللي بتحكم في تأخير وتقديم زاوية الفتح، ضغط الزيت زي ما احنا شايفين بيدخل على السولونويد ده او البلف بيخليه يدخل يمين يا يدخل شمال. هناخد مثلا الجزء اليمين، البلف دلوقتي بيفتح يخلي الزيت يدخل ناحية اليمين، يدخل من الثقوب الضيقة دي اللي جوه غطى عمود الكامة وتدخل على الفتحات اللي جوه العمود، عشان كان اهتم جدا باللزوجة ونظافة الزيت. هيدخل في الحجرات اللي جوه الترس اللي بيشغل عمود الكامة، زي ما احنا شايفين بقى الضغط بيدخل بالازرق ويطلع تاني باللون الاحمر. جوه في حجرات بقى بتلف مع عقارب الساعة او عكس عقارب الساعة، يتقدم فتح الصمامات يتأخر فتح الصمامات زي ما احنا شايفين كده. الضغط مثلا ده الاحمر ده هيدخل يخلي الحجره زي ما احنا شايفين تضغط تلف مع عقارب الساعه. هنشوف دلوقتي مقطع جانبي للتشغيل زي ما احنا شايفين كده، الزيت بينزل من الحجره الوسط الموجوده في البلف زي ما احنا شايفين كده، البلف اللي تحت الزيت هيدخل من تحت، يبدا بقى الكمبيوتر يتحكم هل يخليه يلف عكس عقارب الساعه او يخلي الضغط الازرق هو اللي يضغط ويخلي العمود يلف مع عقارب الساعة. هي دي الفكرة كلها، يزود او ينقص زاوية الفتح او تقديم او تأخير. ادي المحرك اللي فيه المشكلة. طيب هنا ده البكر او السلسلة اللي احنا قلنا عليها اللي بتشغل عمودين الكامة. الفالف بقى هيبقى موجود فين؟ VVT ده هيبقى موجود فين؟ طبعا بتختلف من سيارة لسيارة. بصوا هنلاقي شكله عامل ازاي. هنشيل بس احنا الكفر ده عشان ايه، نشوف بس الشكل اوضح من كده. كده نشوفه بقى اهو، الفيشة بتاعته هنفكها كده اهي اهو. في بعض الاحوال بيبقى فيه اتنين، واحد في الجنب ده واحد في الجنب التاني، بعض الاحوال بيبقى موجود فوق، تختلف بقى من سياره لسياره بس هي نفس الفكره. وغالبا بيبقى مربوط بمسمار واحد اللي هو مسمار 10. بعض البلوف بيبقى حواليها المصفى
بعض البلوف بتاع المصفى منفصله بتاع شايفين اللي تحت دي ده هنفك ده كمان ونشوف ده مفتاح 14 هنفكه بيصفي الزيت قبل ما يدخل على الفالف لان الفالف ده حساس جدا لاي شوائب او لو حاله الزيت سيئه هنفك ده كده ونشوف الوضع بتاعه ايه نفك كده قبل الفك قبل دايما ما نبدا الشغل بتاعنا هنشغل الاجنيشن نخلي العدادات بس اللي شغاله نتاكد ان في كهرباء جايه هنا وده ما فيهوش شورت يعني ده سليم عشان نبدا نفك ونفهمين هنبدا نشتغل ازاي هنجيب الافوميتر بتاعنا اهو هنجيبه على ال 20 فولت تيار مستمر كده وناخد القطبين بتوعنا ونشوف هنقيسهم ازاي هناخد القطبين بتوعنا كده وكده ده هيدي المفروض 10 فولت 11 فولت 10 فولت واحد يقول لي ليه 10 مش 12 هنشوفه دلوقتي 12 هقول لكم ليه هنحط السالب اي حاجه شاسيه هنقيس كده شايفين عطتني كام 12.6 الطرف الثاني ده كده معناه ان ده الطرف ده واصل بالكمبيوتر اللي بيعمل الشغل الارضي متحكم في الكمبيوتر طيب انا عايز اقيس الاوم المقاومه بتاعت ده هنجيب الافوميتر بتاعنا على 200 اوم وهنبدا نقيس كده في حدود ال 33 اوم يبقى انا عندي كده المقاومه الملف ده سليم الكهرباء واصله صح يبقى المشكله عندي في السنسور ده هو اللي فيه المشكله هنبدا نفكه مفتاح 10 كده هنفكه ونشوفه عامل ازاي من جوه وهنفك مصفة الزيت اللي احنا قلنا عليها من تحت اللي هي تحتيه على طول المسمار اللي هو اهو اللي انا بشاور عليه ده مصفة الزيت هنفكه ونفك ده ونشوف شكلهم عامل ازاي نبدا بهدوء كده نفك البلف نلف يمين وشمال بهدوء كده عشان يطلع لان بيبقى قوي بيبقى ماسك جامد نبدا نلفه بهدوء كده ونطلعه زي ما احنا شايفين كده ادي شكل السولونويد او البلف هنبدا نفك المسمار اللي قافل على الفلتر قلنا دايما بيبقى غالبا المفتاح 14 هنبدا كده نفكه كده بهدوء برده كده واحده واحده عشان ايه الحته دي ضيقه وزي ما احنا شايفين حواليها اسلاك عشان ما نقطعش حاجه واحنا شغالين نبدا نلف كده في بعض الاحوال ساعات بنستسهل ونفك الدينامو او الالترنيتور بنفكه وننزله تحت شويه عشان يبقى عندنا مجال واسع لفك الاجزاء الضيقه دي ادي الطبه او المسمار اللي سادد او ماسك فلتر الزيت هنبدا بحاجه رفيعه كده نسحب الفلتر بهدوء نشوف حالته ايه هل في سدد طبعا هو كان في مشكله الزيت هنا قديم قوي جوه عايز برده تنظيف مش نظيف هنبدا ننظفه ب زي ما احنا طبعا شايفين المنظر شكله عامل ازاي مخلي ضغط الزيت مش منتظم او ما بيدخلش اصلا جوه البلف هنبدا ننظفه عادي باي كلينر تنظيف طبعا سهل جدا عادي من بره ونحط الماسوره الصفراء دي من جوه ونضغط عشان يبقى التنظيف من جوه لبره ومن بره لجوه زي ما احنا شايفين كده ده السولونويد نفسه او البلف بقى تنظيف بسيط جدا مش محتاجه يعني ايه الفتحات كلها ننظفها بحيث ايه اي زيوت او شحوم
كان اتسدى الموضوع ده تبدأ تشتغل. هنا هنختبر البلف ونشوف شغال ازاي. هو بشكل بسيط جدا زي ما احنا شايفين كده، سمعيني الصوت تك 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 تك، يبقى كده شغال سليم، ونركبه تاني وخلاص كده. زي ما شفنا طبعا موضوع بسيط اي حد يقدر يعمله، مش محتاج اي معدات خاصة او اي يعني حاجات فنية. ونشوفكم ان شاء الله في حلقة جاية بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله.